ازيك شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ هنلعب لعبه روبلوكس. طبعا يا جدعان هنلعب اللي هو المود بتاع انا عايز يا جدعان انا سلم بتاع السطح وما اعرفش حاسس في حاجه بتخنقني. المهم هنلعب ايه ده؟ اللبس اللي انا لابسه ورغم ذلك في صوت عالي انا مسجل الحمد لله. يس بعرف العب كويس، انا بعرف العب كويس، انا بعرف العب كويس. خبي يا زميلي تعالى ساعدك تيلي سيدك. وقال جدعان ده أم التسلعات تطلع دي كلها ورا سيرفايفر تاني. والحمد لله جدعان مرة ده السيرفايفر. يا كمبيوتر كمان يليوي يليوي الحمد لله الذي سلام يا مغفل يا مغفل. لا 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 مغفل يا مغفل يا مغفل تريتي يا مغفل يا هبل يا مغفل يا هبل. الرجل لا يستسلم ابدا. لا لن نستسلم لن نستسلم. طبعا يا جدعان انا حاجه فاكت لي يعني ايه اللي فاكت لي هموت وانا بس ده اسم الماب فاحنا هالماب زماب. استنى متاكد ان شفت كمبيوتر زي ما انتم شايفين الطريقه العاديه لفتح الباب بتاعت الانسان الطبيعي. اوه حلو شفتوا ايه كمبيوتر يا ويلي كمبيوتر معرفش ايه ده يا جدعان ايه الاوضه الضلمه اللي انا فيها يا عم علي الاضاءه شويه ما تستخسرش. ايه الاوضه اللي انا فيها دي انا مش شايف حاجه دي عتمه قوي. ايه ده انا مش شايفها. اه لا ده المكان اللي بيتبرد فيه تلاجة معنا صح. ماشي نطلع بقى فوق دور على تعالى النموس هراني. الحمد لله الحمد لله ما شافنيش. احوال خالص هو واقف هنا بيعمل ايه بالظبط؟ اوبا ايه ده يا اسطى الحق اعمل الاحوال. زلمة حرام افتحوا لي يا ظلمة يا كفر. استغفر الله العظيم. افتح لي يا اسطى بالله عليك يا اسطى. افتح لي يا اسطى لازم نلعب الكهرباء بس مش كهرباء بقى. اوكي هو الاستاذ باشا احول رايح دلوقتي عند الكمبيوتر. لو عرفنا احنا نلاقي كمبيوتر تاني هيبقى احسن. اوبا انت ملوك جدا
يا مليون يا مليون. ده ايه يا جدعان؟ ده انب واحد شفته في حياتي. اوه جدا حماسي جدا. الله، قبل الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.